موضوع فعلا هي ظهرت اللي كان بيعيشها يهود كمان. يعني في ظواهر ظهرت جديد في المجتمع الايام من العشرين سنة الاخرانيين. بالظبط كده. منهم الارهاب، منهم ظهور مش عارف ما يسموا بالدعاء جدد، ما يسموا مش عارف ايه، تلاقي فتاوي غريبة زي بول الرسول، زي مش عارف. يعني المجتمع فيه بعض التغييرات عجيبة ما كناش بنقعد نفتي فيها كتير. الفتاوي كتير يعني، بس انا مش شايف يا ريس كانت ارضاع الكبير برضه حاجات غريبة يعني. لا أم المشكلة يعني أنا تخيلت مرة مثلا لو أنا مش موجود ومراتي بترد على السواق عشان يبقى غريب زي بول الرسول، زي نحن لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما حاجات إرضاع الكبير برضه حاجات غريبة يعني. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليها بتلك الرضع.